طيب دكتور، موضوع الكانسر انتشر جدا عندنا هنا في مصر، وخصوصا سرطان الثدي للسيدات. دايما بنتكلم اللي هو ازاي تكتشف الموضوع مبكر، لا احنا عايزين نتكلم الوقاية ازاي. بصي، هو الوقاية دي بيبقى صعب، يعني هو الكانسر ده اصله حاجة في الجينات، يعني مينلي حاجة جيناتك. فهو احنا مش عايزين نقول الوقاية على قد ما نقول الاكتشاف المبكر. فالاكتشاف المبكر ده بيبقى بالفحص الدوري، بالفحص الثدي الدوري للسيدة نفسها. والفحص ده هي بتعمله لنفسها، يعني في كذا كذا مرة قلنا وكذا برنامج وفي أماكن كتيرة تكلموا عن ازاي تعمل الفحص الذاتي. ده مهم جدا، فترة ما قبل البيريود بأسبوع وبعد البيريود بأسبوع، تدور على اي تغييرات في الثدي نفسها، في الجلد، في الافرازات من الحلمه، تدور على اي ماس كلكع ورم موجود تحت الباط. كل ما يبقى الاكتشاف بدري اكتر، كل ما يبقى طريقه علاجه احسن واسهل. طيب، في حاله انه لا قدر الله سيده خلاص هي مصابه، هل في حاجه او طرق جديده للعلاج غير الاستئصال او الجراحه او قصه الكيماوي والاشعاع، اللي هو الحاجه اللي بتكون مؤثره جدا في نفسيه الست؟ طبعا. بصي، دلوقتي ما بقاش موضوع الاستئصال والجذر الكلي دوت هو الروتين، لا بقى دلوقتي طبعا، لان الثدي دوت علامه من علامات المراه. فلو حتى عندها 80 سنه تيجي تقول لها انت هتشيلي ثدي كله، بتتاثر نفسيا جدا، والتاثر النفسي ده بيضايقها في علاجها او المناعه، لان كل ما يبقى النفسيه تعبانه المناعه بتقل. فالطرق الجديده دلوقتي ان احنا بنسيب الثدي زي ما هو، بتشال الغدد الثديه، غدد الثدي من جوه كلها، والغدد اللي تحت الباط، وبكده بيتزرع مكانه يا اما عضله من ورا، تمام، بنلفها هنا، يا اما نحط بروسيس السيليكون او حاجه زي كده، ويفضل بس اللي هو الغلاف الشكل من بره، بتطلع من العمليه زي ما دخلت بالظبط. فده بيفرق معاها جدا 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 نفسيا، اللي هي مش خارجه يعني بتحس بحاجه مأساة. طبعا كنا بنواجهها، طبعا كتير. موضوع مكلف بقى؟ طبعا مكلف. بصراحه موضوع مكلف، موضوع مكلف جدا. وانا عايز اقول حاجه، يعني انا عملتها قبل كده وطلعت في كذا قناه واتكلمت فيها، نظرا للتكلفه دي للغير القادرين، انا كشخص لا تابع لاي حاجه، انا كشخص للغير القادر، انا عندي استعداد كاملا لاجراء اي عمليه سرطانيه لاي حد غير قادر، وبس يدفع تكاليف المستشفى. انا مش عارف، وهنتفق مع مستشفيات يعني برضو بتكلفه نص الاجره زي ما بيقولوا، بس انا عن نفسي انا ما يعني انا متبرع بالموضوع ده لوجه الله. لا، حاجه تجزى عليها خير ان شاء الله. ان شاء الله. بصي، ده واجبنا احنا كمجتمع دلوقتي، بقى عندنا المفروض اللي يبقى في حاجه اسمها تكافل اجتماعي، يعني نساعد بعض على قد ما نقدر. مش مطالب ان انا مستني اروح عشان انا هوفر على مستشفيات الحكومه للغير القادرين، وهوفر على الناس اللي بتدفع خير في حاجات كتير، طب ما نحطها في حته تانية. لو كل واحد خد المبادره دي من جوه، يعني انت عندك وقت فراغ كتير، تمام، هي بالملخص اتبرع بوقت فراغك. انت عندك وقت فراغ ساعتين، خد منهم نص ساعة يا سيدي يا خير. عندك وقت فراغ 10 ساعات، خد منهم 3 ساعات، اعمل واتيفر. انت مش هتتكلف ماديا، انت في وقت فراغك اعمل فيه الخير اللي تقدر تعمله.